بسافر مع بابا كتير وبشوف مزارع شكلها حلوة وجميلة، فحبيت ان انا اخلي السطح بتاعنا يبقى ريحته جميلة وعطرية وشكلها حلو زي المزارع دي. بدأت ان انا اجيب مزرعات ندى زي البلاك بيري، الدراجن فروت، الباشن فروت، البشمله، الكيمو كويت، وحاجات غيرها كتير. كل يوم باجي بعد العصر قوي وابص عليه، لو في حاجه بايظه اقطعها عشان اهتم ببيت الزهر. وكمان يعني انا زرعت حاجات ما ممكن تستفاد منها في البيت زي الشطه والبتنجان وبصل وحاجات غيرها كتير. بحط عليها السماد اللي هو اسمه ان بي كي، بحطه على الميه وبقلبه كويس، وبدل المواويه يعني انا باوي الزرع عادي بالميه، باوي بميه ال ان بي كي.